يا أهلنا في غزة، الصمود الصمود على كل شبر من الأرض، الثبات الثبات على كل حبة رمل. إن قصفوا منازلكم فاحذروا أن يقصفوا إراداتكم وشجاعتكم. إن رحل بيتكم بالهدم فلا ترحلوا أنتم. اليوم يوم التحرير وقهر الغزاة الصهاينة. ما يحدث في غزة اليوم هو انتصار لقضيتنا. ما يحدث اليوم هو أول بشرى بتحقيق عودتنا. اليوم ليس يوم الرحيل بل يوم العودة. من رحل منكم فليعد إلى بيته، فليعد إلى بيته المهدم ويسكن على أنقاضه. أيها العالم الذي تدعي وتنادي بحقوق الإنسان وكرامته وحريته، إسرائيل تهدم بيوت المدنيين على رؤوس أهلها الأبرياء لأنها لا تحارب العسكر بل تحارب المدنيين. مئات الأطفال والنساء والشيوخ يذبحون بأمر عسكري. هذه الأفعال جرائم حرب وضد إنسانية الإنسان والقانون الدولي وضد ضمائر كل الأحرار في العالم. فلماذا تسكتون وتتغاضون عنه؟ لماذا تسكتون وتتغاضون عنه؟ صمتكم يعني مشاركتكم في الجريمة. صمتكم تعني مشاركتكم في الجريمة. يجب عليكم أن توقفوا هذه الوحوش المجنونة.